أقامت سفيرة النوايا الحسنة الشيخة ريما الصباح حفل العشاء الخيري السنوي لمؤسسة الكويت أمريكا في العاصمة الأمريكية واشنطن لدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ولفيف من كبار الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة. شكراً لكم جميعاً على تواجدكم معنا. يشرفنا أن نرحب بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو والحائزة على جائزة الخدمة العامة المتميزة لهذا العام ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأعربت الشيخة ريما الصباح عن الامتنان لحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والممثلة سفيرة النوايا الحسنة المفوضية كيت بلانشيت والحائزة على الجائزة الإنسانية المفوضية هذا العام، كما توجهت بالشكر إلى جميع المانحين الذين دعموا المفوضية والذين تضافرت جهودهم السخية لجمع أكثر من مليون دولار أمريكي هذا العام فقط من أجل دعم أزمة اللاجئين وما تمثله من تحد في جميع أنحاء العالم. Rima, thank you for this wonderful introduction. Your passion and tenacity in harnessing the power of philanthropy to bring us together once again for the 16th annual Kuwait America Foundation Gala Dinner is remarkable and unmatched. Tonight, for me, feels like a homecoming. Life can be strange sometimes. Charles Baudelaire once said, "The human spirit emanating the movement of the stars follows a curve that brings it back to the point of departure." ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالشيخة ريما لعملها الاستثنائي ونجاحها في جمع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي منذ أن تولت رئاسة مؤسسة الكويت أمريكا. When I started this job, I got a lot of invaluable advice from my good friend and very illustrious predecessor, John Kerry. But probably the best advice that John gave me was this. He said, "When Rima calls, just say yes right away. It'll save a lot of time." So John, thank you for that and so many other things. And Rima, you're very kind to quote the president so generously about me. Here's a little secret. كما وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشكر إلى الشيخة ريما على تفانيها والخدمة المميزة على حد قوله لقضايا الإنسانية كسفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية. I want to thank deeply my dear friend Sheikh Rima Al Sabah for her outstanding service as Google Ambassador for UNHCR and especially for bringing us again. Stability to gather people in common cause around critical issues. And these dinners for UNHCR are a fantastic example. يركز حفل العشاء هذا العام على أزمة اللاجئين العالمية والتي يتضرر منها الملايين في جميع أركان العالم، وهو ما دفع الشيخة ريما الصباح لتبني هذه القضية من خلال عملها كسفيرة للنوايا الحسنة. مسيرة غير منقطعة من الجهد والعمل الدؤوب تلك التي تبذلها سفيرة النوايا الحسنة الشيخة ريما الصباح منذ اطلاعها بهذه المهام الإنسانية لإنقاذ الأرواح وحماية حقوق اللاجئين دون توقف وبتفان لا مثيل له. داليا الكومي، تلفزيون دولة الكويت، واشنطن.